اسمي اني اونبان على بالك اونبان علاش غير الخير اني اونبان فتصويره تاع الدخله تاع الفيسبوك قدامت واني حاب نبدلها ما نكذبش عليك معليش من بعد تصور ومنطيها وشني اني حاب نتصور في السناك باش شنو في السناش باك واش في الكساش باك المهم اخا عليرو انت شحال حابس واسمو سناب شات سناب شات خلاص رايح لي البابا ويصوني نبقاش تهضري ما تبقاش ديري لي في السينما ما سمع عرفتش نقولها وكذا كل عين هذه الطفله على بالها جات مريم اي جات مين ذاك ما تجيش واش عليلو احكي لي كلش واش درت اليوم بلي ديتايا واش نحكي لك اختي مريم ما كي تشوفي راني مع البوست وين اختك انا وين كيفا والو جبت لكم شويه خبز الدار ان شاء الله يعجبكم كيما الطمينه تاع البارح ما تقولي لي شتي اللي طيبتي الطمينه البارح ولا غير انا درتها ازعق طمينه كليتها في حياتي هذيك ضربتي لنا الرمله بالحسن باش تفهمي تحبي طياب ولا الحلوى الزد مين خديجه عندها الضرب عندها الخبز ما تدور كنت تشوفوا دوكا انا نهضر له هكا ويقول لي خديجه مشي لواحد دوك يضربوا بهذا الطبسين الوجه كذا صافا ياك لاباس عليلو بابا قال لك شي الحليب يا اكبر فنان في العالم شو تصارى نوضي حلي الباب نوضي حلي الباب كي تسمعي صوني تسنيني هنايا نحل الباب نوضي طقي راسك تاع الساقله هذه الطفله وكيفها يما كي تعيط لك وقيله عليلو جا واحد قديم يحوس عليك يا عمي سعيد بكبوكو كيف عمي سعيد السلام عليكم على خير وليدي عليلو لاباس عمي بكبوك هذا عمي سعيد بكبوك قديم بزاف وصامط وما يدخلش في السي جي ديريكت كيف عمي سعيد لاباس وليدي شوف وليدي عليلو باختصار باش ما نطولش عليك ما والو يما قال لي باختصار شوف عمي سعيد ادخل في السي جي ديريكت شفت الحي تاعنا ايه الحي تاعنا جاي في الحطه عند عمك الهادي هذاك الفولغانيزاتور دور على اليمنى من بعد تكمل قبال 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 حومتنا انا ما نعرفش من جايه ادخل في السي جي مانيش قاعد داني عيان مانيش كالي راني جايك ما تقلقش ايه؟ على بالك يا وليدي عليلو بلي انا هو المندوب تاع الحي صح شوف يا وليدي واني نسكن في العماره هذيك اللي تحتكم حي. رقم الباب 5 مقابل الرقم 10 شكون انا ما نعرفكش وين تسكن ياك وليد حومتي وليدك صاحبي بكبوك انا على البليس عمي سعيد ادخل في السي جي يا خويا ما نطولش عليك باختصار يا وليدي احنا في الحي خاصنا مسؤول وعلى بالك المسؤول هو عباره عن حي عرفني المسؤوليه ومسؤول فور وتزوج نورمال السي جي تاع ليجي دوكا شوف اللجنه قررت انها تختار واحد وديروا مسؤول في الحي وقررنا باش نديروا الانتخابات ترشح روحك يا ربي ولد عمي عليلو يديها في الانتخابات مين اللي مسؤول كبير هالمسؤوليه وانا نقبض باركينغ والبابي من راك تخرج انت من راك تخرج بكبوكو من هاكا الانتخابات ليه هذه تاع الانتخابات لاقت بيو لازم تفوتيو عليا علاه على خاطر مسؤول كبير ونتزوج نورمال ونسوق هذه الحومه كيما تحبوا نضربكم بزوج روض كبار تاع سيمي باش هذه الدنيا تحبوا الدني والحومه تطبعوها تضربوا داره صاير داير والحر في الحومه كسرقت في الحر واش اكو دايرين الزرده يا ما قلتوش ميم با نعيطو مرت خونا تجي تفوطي واخيلا ما عنديش انا حق الانتخاب في الحومه يا ودي روحي الزغور ماشي كاع وقتك دوكا راني مع الناس نهضر هضر مع جوني يا خرجي خرج خرج واش انت عم بدك تخلعني جي با بوغ دو موا كاع صافا وديجا ريقل لافا تاعك يو تحلبت لي صاحبي اسكت علينا جوني نعتذر خطأ تقني خاوتي المهم فوطيو عليلو ونديرو لها الرود صاير داير فوطيو على خديجة خاطش أنا هي خوتكم وأنا هي اللي راح نسقم لكم الحومة ونعاونكم ونرجعها لكم نوار في نوار وغوز في غوز ونكتر لكم الحفلات من 4 مارس لوي مارس خوتكم خديجة هذه الحومة أنا الريقلها والريقلها بالقباحة وتفوطيوا على سكامبو يجيب لكم حقكم بالكم ما تفوطيش على سكامبو خش تخلص كاع من الشجاب أيها الجمهور الغزير أيها الشامبو الغشي بزاف أنا ساعة ساس بس عندي مشاريع باش ننقي الحومة وندير دوش كبير لولاد الحومة
باش نقضيو على ريحة الرجلين. أيوة الغاشي بزاف، ديروا واش لازم وما تزيدوش عليها، على خاطر للأسف توما تحبوا تزيدوا عليها. شكرا. شو عشرة لنا فوطي عليلو شو عشانك موطي عليلو كما كنت تشوفوا الحال شباب، الناس كاملة يتفوطي كبار صغار عجايز، ان شاء الله يديها عليلو. واليوم كما كنت تشوفوا لازم نديروا مسؤول الحومة باش جيريها. وش نقول لكم، لازم تبقوا معنا باش تعرفوا شكون اللي يربح ان شاء الله. موطي عليلو تشوفوا انتخابات مسؤول حومتنا ومعنا احد ولاد الحومه يعطينا رايه في الانتخابات. تفضل يا اختي. واش نقول لك، خصنا جروباج تاع الدم، جروباج تاع ولاد الحومه، جروباج تاع لي سيبورتير، المهم جروباج وخلاص. كيف الراي؟ بس كيف الراي؟ اه وي مليحه. ميت على الصغار كذا شي تاع دين. ايوا هيا عليلو. كرافطة زرقاء زعما تتخاين نواظر، شحال تحبو تزيدو عليها؟ شو دايرين صندوق؟ فوطيو فيه تتخايلو، شحال تحبو تزيدو عليها؟ والآن لحظة فرز الأصوات باش نعرفو شكون ولا مسؤول الحومة. باين عليلو. يا يما تريسيتي راحت، شنو هذا؟ ما تخافوش انا خايفين، انا هنا معاكم. نعتذر على هذا الخطا التقني ونروح نشوفوا شكون اللي ولا مسؤول معانا. مسؤول حومة هو سكامبو. شكون راكو حاسبين يديها؟ باينة سكامبو يديها. بالك